الحلقة التانية من مباراة النادي الاهلي وبيراميدز، صراع الصدارة بين الاول والتاني، المباراة قوية جدا. عملنا حلقة امبارح كده اتكلمنا فيها عن كل تفاصيل نادي بيراميدز، فصصناهم كده واتكلمنا عن كل التفاصيل، عن صفقات نادي بيراميدز، عن مدرب نادي بيراميدز ايهاب جلال، وعن افضل 11 ممكن يلعبوا المباراة. لكن حلقة النهاردة بقى هنتكلم عن المارد الاحمر لما قبل المباراة كده. لحد دلوقتي قائمة النادي الاهلي لسه ما نزلتش، لكن هنقول التشكيل الافضل، مين احسن 11 يلعبوا بكره للنادي الاهلي، ومين حكم المباراه، وكل التفاصيل اللي نفسك تعرفها هتلاقيها موجوده معانا في الفيديو ده. قبل اي حاجه انزل دلوقتي في الكومنتات قول لي توقعك لنتيجه الماتش، لو توقعت امبارح اكتب توقعك تاني، ولو ما توقعتش امبارح قول توقعك دلوقتي. المباراه ممكن تخلص كام بين النادي الاهلي وبيراميدز، وزي ما احنا متعودين التوقعات الصح كلها هتبقى معانا في تحليل ما بعد المباراه. ولو انت حريف قوي بقى قول لي كمان مين اللي هيسجلوا الاهداف. ما تنساش تخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، عايزين الحلقة توصل لكل الناس. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك دلوقتي وشغل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده. ويلا بينا. كور العالية روكسون القاضي يا موكور، شرط الكورة الجول، القاضي يا موكور، القاضي يا نتكلم في البداية كده عن التحكيم، وكل الأنباء بتقول إن محمود البنا هيكون حكم لقاء الأهلي وبيراميدز، المباراة اللي دايما فيها لغط تحكيم كبير جدا في كل الماتشات السابقة كده، والأهلي اتظلم كتير بسبب التحكيم قدام بيراميدز، كذا ضرب الجزاء ما تتحسب لناش، كان نفسي جدا يكون تحكيم أجنبي. لكن في رأيي الشخصي أنا بعتبر محمود البنا أفضل حكم مصري موجود حاليا، فإن شاء الله يدير مباراة محترمة بين الأهلي وبيراميدز، وإحنا مش عايزين أكتر من حقنا، الكرة اللي لينا تحسبها واللي علينا برضو تحسبها، مش عايزين اكتر من كده. والمفروض ان في فار، يعني محدش ليه حجه بقى، الفار بس يتطبق صح وبالعدل وكل واحد ياخد حقه هنبقى مرضيين على الاخر. طبعا اتكلمنا عن جدول الدوري امبارح، بيراميدز على الصداره بس ب 10 ماتشات، والاهلي في المركز الثاني بتسع ماتشات، هم معاهم 26 نقطه واحنا 25 نقطه، فرق بيننا نقطه واحده كده، والاهلي متاخر له ماتش باذن الله، لو الاهلي قدر يكسب مباراه بكره هنبقى في المركز الاول ومتاخر لنا مباراه نقدر نامن الصداره من بدري كده. ولو لا قدر الله حصل تعادل او هزيمه للنادي الاهلي يفضل بيراميدز على الصداره لحد ما الاهلي يخلص المؤجله بتاعته، فهنشوف بكره ايه اللي هيحصل. قول لي توقعاتك مين بعد مباراه بكره هيكون متصدر الدوري المصري. قبل ما نخش في الكلام عن النادي الاهلي خلينا نتكلم الاول عن قائمه نادي بيراميدز اللي نزلت رسميا. لسه قائمه النادي الاهلي كالعاده بتتاخر جدا لحد ما بتنزل، لحد ما بصور الفيديو دلوقتي قائمه النادي الاهلي الرسميه لسه ما نزلتش، لكن هنتكلم عن افضل 11 ممكن يلعبوا في تشكيلة النادي الاهلي من غير ما القايمة تنزل كده، احنا تقريبا عارفينها كلها. نتكلم عن قايمة نادي بيراميدز كده نقولها مع بعض سريعا. في حراسة المرمى موجود عندهم شريف اكرامي والمهدي سليمان، وطبعا قلنا ان اكرامي هو اللي هيشارك في المباراة. موجود ثلاثة سيرد باك، علي جبر واحمد سامي واسامة جلال، واتوقع ان علي جبر واحمد سامي هم اللي هيبدأوا من اول الماتش، وقلت التشكيل الافضل لنادي بيراميدز في الحلقة اللي فاتت هتلاقيها موجودة عندك فوق، ارجع واتفرج عليها، الحلقة بتاعت امبارح كانت قوية جدا. اتنين باك مين موجودين في القايمه، موجود احمد فتحي وعمر جابر، واتوقع احمد فتحي اللي هيبدا، واتنين باك ليفت موجودين حسين السيد ومحمد حمدي اللي اتوقع انه هيبدا برده من اول الماتش. تنزل بقى على ديفندراتهم واللعيبه اللي موجوده في نص الملعب، عد معايا كده عندهم نجوم كتير قوي، على راسهم ابراهيم توريه اللاعب المحترف اللي لسه جايبينه، لاعب مميز جدا واتكلمت عنه بكل التفاصيل واتكلمنا عن ارقامه في الفيديو بتاع امبارح بتاع نادي بيراميدز. جنبيه موجود دونجا وموجود وليد الكارتي، ثلاث لعيبه في نص الملعب. قدامهم في مركز صناعه اللعب موجود كمان عبد الله سعيد، اربع اوراق مهمه جدا في نص الملعب، ممكن تضم لهم تراوري كمان لانه بيلعب في كذا مكان كده، لاعب جوكر. اما بقى مركز الوينجات عندهم لعيبه كتير جدا برضو، على راسهم طبعا رمضان صبحي، كمان ابراهيم عادل واسلام عيسى ومحمد صادق الصفقه اللي جايه من نادي الاسماعيلي، واثنين فراس الحربه موجودين عندهم كده. الاول والاهم اللي هيلعب مباراه بكره هو لاكاي، صفقه نادي بيراميدز اللي اتكلمنا عنها برضو، وكمان موجود معاه محمود وادي. دي كده قائمه نادي بيراميدز، طبعا عندهم غيابات اهمها طبعا فخر الدين بن يوسف اللي غايب للاصابه، لكن القائمه بتاعتهم قويه جدا والشبه مكتمله كده. هنشوف مين ال11 اللي هيلعبوا وتوقعتهم امبارح. يلا بينا بقى ندخل على النادي الاهلي. تحدي جديد طبعا بالنسبه لبيتسو موسيماني، قاهر كل الصعاب بالنسبه للنادي الاهلي انه هيلاعب نادي بيراميدز، النادي اللي ليه افضليه على النادي الاهلي، وتقريبا ممكن يكون النادي الوحيد في افريقيا كلها اللي ليه افضليه في المواجهات المباشره على الاهلي. لكن الافضليه دي بعد ما تغير
غير اسمه كده، واحنا المفروض لما بتيجي تقارن ناديين ببعض ما بتقارنش نتائج النادي بعد ما اتغير اسمه. وتغيير الاسم ما يمسحش السجلات اللي قبل كده، يعني مثلا الزمالك كان اسمه الاول المختلط بعد كده بقى اسمه الزمالك. هل لما تيجي تحصد بطولات نادي الزمالك هتلغي كل البطولات اللي خدوها وهم اسمهم المختلط؟ اكيد طبعا لا، المختلط والزمالك نادي واحد، فتغيير الاسم ما يمسحش السجلات. فطبعا لو عملت مقارنه بين الاهلي وبيراميدز من ساعه ما انشئ لما كان اسمه الاسيوطي كده هتلاقي الافضليه للنادي الاهلي، لكن من بعد ما اتغير اسمه للنادي بيراميدز ليهم افضليه علينا. قلنا ان هم كسبونا 3 مرات واحنا كسبناهم مره واحده والباقي كان تعادل. باذن الله المره الثانيه للنادي الاهلي هتكون بكره على ايد بيتسو موسيماني اللي عنده مواجهه قويه جدا مع ايهاب جلال، واحد من المدربين المميزين في الدوري المصري. لكن ايهاب جلال سجله مع النادي الاهلي مش قد كده، ايهاب جلال لاعب النادي الاهلي 13 مره، كسب مره واحده بس واتغلب 9 مرات من النادي الاهلي، والتعادل كان حاضر في 3 مرات، فالافضليه كبيره جدا كالعاده للنادي الاهلي. وباذن الله موسيماني يتفوق عليه بكره بشكل كاسح. طبعا قائمه النادي الاهلي لسه ما نزلتش، لكن الغيابات احنا عارفينها، غيابات كلها اغلبها كده في خط الظهر. عندك طبعا غياب لاكرم توفيق، غياب لبدر بنون، دول اللي لسه مطولين، محمود متولي طبعا لسه غايب، كمان ياسر ابراهيم وايمن اشرف، دول الاثنين اللي عليهم شكوك كبيره هل هيلحقوا مباراه بكره ولا لا. باذن الله يلحقوا الاثنين ويكونوا موجودين في القائمه، هيفرقوا معانا بشكل قوي جدا. كمان عندك غيابات بقى في نص الملعب، عندك عمار حمدي، عندك كمان صلاح محسن في الخط الامامي. دي كده تقريبا اهم غيابات النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي دائما بمن حضر واي 11 في الملعب ان شاء الله يعملوا مباراه محترمه. قول لي توقعك للتشكيل الافضل للنادي الاهلي اللي يبدا بيه مباراه بكره، وهقول لك احسن 11 بالنسبه لنا ايه. طبعا هيبقى في خلاف كبير، الاهلي يلعب بكره قدام بيراميدز 4-3-3 ولا 4-2-3-1. النادي الاهلي في 4-2-3-1 بيكون اقوى هجوميا وبتفيد قفشه جدا، انه بيلعب في قلب الملعب في المكان اللي هو بيحبه وبيبدع فيه وبيكون شكله افضل. لكن في 4-2-3-1 نص ملعبك ما بيكونش احسن حاجه، وشفناها المباراه اللي فاتت، لعبنا 4-2-3-1 قدام المريخ السوداني، نص ملعبنا على حدود ال 18 كانت مباحه بشكل كبير، ودخل فينا جولين على استاد القاهره من المريخ السوداني مش من بيراميدز. بيراميدز طبعا فريق اقوى من المريخ السوداني. فهل 3-4-3 تكون افضل للنادي الاهلي مع بيراميدز ولا ايه؟ انا مايل ل 3-4-3 بصراحه، خصوصا ان النادي الاهلي بيلعب 3-4-3 بقاله فتره كبيره، يعني مش تشكيله جديده علينا ولا حاجه، وبتخليك تلعب بثلاثي في نص الملعب، عمرو السوليه واليو ديانج وحمدي فتحي، بيدوا لك قوه كبيره جدا. والمعركه الاهم بكره هي معركه نص الملعب بين ثلاثي النادي الاهلي عمرو السوليه وديانج وحمدي فتحي، وبين لعيبه بيراميدز ابراهيم توريه ووليد الكارتي ودونجا. معركه هتكون كبيره جدا، مين اللي هيقدر يستحوذ على الكره في نص الملعب ويدي الاستحواذ لفريقه ويكون ليه الافضليه في المباراه. فعشان كده انا هميل لتشكيل 3-4-3 في حراسه المرمى. طبعا محمد الشناوي ان شاء الله يكون موفق جدا بكره، ثلاثي خط الظهر بينهم كده هيلعب حمدي فتحي ثالث نص الملعب وثالث قلوب الدفاع، على يمينه محمد عبد المنعم وعلى شماله رامي ربيعه لو ما كانش ياسر او ايمن جاهزين. لو ايمن جاهز هو اللي يبدا في بدايه الماتش ده من وجهه نظري. باك يمين محمد هاني، باك شمال علي معلول، اثنين في نص الملعب ديانج وعمرو السوليه، قدامهم على يمين قفشه وعلى الشمال عبد القادر، ومهاجم محمد شريف. ده من وجهه نظري العب بقفشه وعبد القادر الاثنين مع بعض ومحمد شريف، هيدوا لك افضليه كبيره جدا في مسك الكوره، قفشه وعبد القادر ووراهم ثلاثي نص الملعب، بتلعب بخمسه في نص الملعب والخمسه لعيبه كوره كده. في ناس طبعا هتفضل البدايه بيرسي تاو، عادي جدا بيرسي تاو لعيب مميز جدا، لكن هتلعبه على حساب مين؟ لو لعبت ب 3-4-3 يبقى انت كده عايز تشيل يا اما قفشه يا اما احمد عبد القادر، والاثنين مميزين جدا. كمان عندك ميكي سوني، عندك حسين الشحات، عندك طاهر محمد طاهر وحسام حسن، عندنا اوراق قويه جدا على الدكه، وهم نفس الكلام ال 11 اللي هيلعبوا هيبقى عندهم دكه قويه جدا. فاحنا كده كده في انتظار مباراه في منتهى القوه بكره، مستني توقعاتكم لنتيجه الماتش، ممكن يخلص كام والتوقعات الصحيحه كلها هتبقى معايا في حلقه ما بعد المباراه. ما تنساش كمان تخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، ولو لسه ما اشتركتش القناه اعمل اشتراك دلوقتي وشغل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده. سلام.